نين في بيك قالك بعد الباك بترتاح. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم في شين يوتيوب متاعي. اسمي ناهد ومعايا اليوم فراس عدبي تي في. اولا اولا اولا. اول حاجة نحب نقول مبروك لجماعة الباك، وان شاء الله تكونوا فرحانين بالريزولتا، وان شاء الله تكونوا لقيتوا ريزولتا قد التعب اللي تعبتوه. وبون كوراج للعباد اللي باش يعاودوا يعديو كونكور تاع ريو والا باش يعاودوا يعديو كونترول. احنا اليوم جينا باش نحكيو لكم على قرايه الميديسين في تونس، لي بوين بوزيتيف ولي بوين نيجاتيف. اون غو باش تكون فيديو كيما اللي انا تمنيت كانها جات موجوده وقت اللي انا نجحت في الباك وحبيت اني انا نتفرج فيها. باش نحاولوا ما ننحازوش، معناها خاطر دون بار سي ان دومين لي انا بيرسونيلمون حبيت نتبعو عندي برشا، اما اون ميم طون مغلغل على برشا حاجات الحقيقه. وي برشا حاجات باش تعرفوا رواحكم على شنو قادمين. بالضبط، لازم يعرفوا رواحهم على شنو، يعرفوا اللي يستنى فيهم يا بابا. ان شاء الله الفيديو تعجبكم، ان شاء الله نجاوبوا على كيستيون اللي عندكم الكل. وكان حسيتوا فما دي كيستيون ما جاوبنيش عليهم، تنجموا تخليوهم لنا اون كومونتير، بيتيتر نعاودوا فيديو واحده اخرى. صحيح صحيح. والا تنجموا تسالونا، تبعثونا دي ميساج سور انستغرام، نجاوبوكم. جاوبوكم افيك بليزير. اكثر حاجه تعجبني في الميديسين وخلتني نحب نقراها لو فيت اللي هي قرايه ياسر انتريسانت، ياسر كونكريت، ماهيش اكس و ايغريك نمبر كومبليكس. نمبر كومبليكس معناها بالرسمي تقرا بدنك كومون يفونكسيون، الامراض اللي تمرض بهم كيفاش، كيفاش تداويهم، حاجات انتريسانت وكونكريت. حاجات بالحق ما احلاها، فما حاجات كلي طول عمرنا مانيش فاهمين كي كومون سا فونكسيون في جسم الانسان معناها، وبعد كي تقراها حاجه ياسر مزيانه ومحلاها وسورتو اوتيل على الاخر، ياسر اوتيل معناها حتى كان قبل ما عندكش عليها فكره وما تحبهاش، إليا دو فورت شانس انك تولي تحبها كي تقراها وتعجبك. في كوتي الخدمه نهاري اخر وحتى في كوتي القرايه وكل تحس اللي هو سي تان دومين ديناميك، ديما يتبدل، ديما فما دي تكنولوجي جدد، دي تريتمون جدد، حتى لي باسيون معناها. حتى المرضى مثلا كي زوز يمرضوا بنفس المرض، لي دو باسيون ما يشبهوش لبعضهم في حتى شيء، تلقاهم خاطر كل واحد وشنو عنده امراض قديمه، ولا كل واحد وشنو معناها لي سيني كي اكومباني المرض نتاعو. دونك بحق حاجه ما تخليكش تفد جمله، ما تدخلش في الروتين. نعرفش انا كل يوم تخدم على البيسي، تقوم صباح العشيه تخدم على البيسي، هذه في كوتي الخدمه دون لو فيتور. اون بليس حتى في القرايه سي ان دومين تري بوليفالون دون لو سونس او القرايه معناها فيها برشا حاجات، فيها حاجات نعرفش مثلا ميديكال، فما حاجات في الجراحه، فما حاجات برشا دي سبيسياليتي فوالا في البيولوجي. دونك بالحق تقرا برشا حاجات، وسيغتيرمون باش تقرا حاجات تعجبك وحاجات ما تعجبكش، وبعد في السبيسياليتي باش تقرر شنو الحاجات اللي تخمم فيها. وي حاجه اخرى زاده ياسر طياره في الميديسين، لو فيت اللي يولي عندك امباكت بوزيتيف في لونتوراج نتاعك وفي السوسيتي اون جينيرال، الفامي نتاعك يوليو يجيو يسالوك، تولي تعرف شنو لي مالادي اللي عندهم، بيان سور مش العوام الاولانيين، اما من بعد الارواح فوالا تحس روحك اللي انت قاعد تعمل في حاجه ياسر طياره، معناها حتى في لي سيتياسيون نتاع لي زورجونس باغ اكزومبل، في لي زاكسيدون اللي يصيروا تتغير ديجا، ما عادش نورمالمون ما عادش باش تقف وتجي تغم على الفيكتيم هكا وتقص عليه الفاس، معناها حتى كان باش تقف باش تكفش تعاون. نعرفش انت تحطيت في سيتياسيون مره عاونت في اي اما مش صاحبي ملا صاحبي عاونت معناها باللي نجم، مش بحاجه كبيره ما عاونت، معناها تحس روحك اللي انت عاونت قبل. انا حضرت في العوامه هذوما مرتين على دو اكسيدون، و heureusement ou malheureusement معناها في الاكسيدون اللي بس عليه فهمت، ما خساره ولا حبيت نخرج بطل قدام بابا. حتى كان ما صارتش حاجه جراف، او موا نبداو نعرفوا كيفاش معناها اون دوا سيكوريزي البلاصه، كيفاش لازمك تحط بوزيسيون اللي تحط فيها لا فيكتيم، اون بوزيسيون ديكلاري زاد تعرف شكون تكلم، اي سورتو بون زاد في لي سيتياسيون دورجونس في الدار ولا مع الصغار ولا فازا، تولي تعرف تتصرف على الاخر. فما برشا مواقف انسانيه زاده في لي ستاج نشوفوها وقت اللي باغ اكزومبل طفل صغير يتولد ولا واحد بالحق باش يموت.
ولا واحد صار له اكسيدون غراف ولا مرض تري غراف معناها وباش يموت ويمنع بالحق سي انكرويابل معناها بالحق من احسن الحاجات اللي تشوفها على الاخر وتعلمك حتى تحمد ربي معناها فريمون هي لو فيت لانك كل يوم هاك تشوف دي مالاد وتشوف قديش عبيد يمرضوا قديش معناها سياليه تواغ انك فما امراض نجم هكيك تكون قاعد تمرض بيهم بالحق تحمد ربي على الاخر معناها على على صحتك فما امراض كنت نسمع بيهم من في بالي حد ما يمرض بيهم هذوما يمرضوا بيهم بلدان اخرى إبا موجودين برشا في تونس وبالحق برشا معناها نذكر زيدا مرة في استاج أمراض دم إيماتولوجي فما برشا صغار ريتهم مرضى معناها بأمراض سرطانية وبالحق قديشهم قويين قديشهم عبيد أصلا تتعلم منهم تتعلم الإكسبرينس الخايبة اللي هم عايشينها تحسهم عبيد بورتون صغار في العمر أما ويصبروا أكثر من العبيد عندهم برشا صبر وبالحق سي تري إيموفون معناها فما برشا حاجات تعلموها في الاستاج سور لو بلون براتيك في الميتين اما بالحق فما دي سيتوياسيون يخليوك تتبدل اصلا يعني فكرك يتبدل في برشا حاجات وي وتتعلم انك تولي امباتيك صحيح مع العبيد تتعلم تو كونترول لي سنتيمون زيد خاطر كنا نعرفوا شكون يقرا معنا وجوغ على كل باسيون نشوفوا يسخف عليه يقوم يبكي في البيدياتري والله نعرف طفله كل صغير تشوفه تقوم تبكي عليه مسكينه مي بالحق فما حاجات ياسر يسخفوا معناها مي بون تولي تعلم تشد روحك معناها تعلم تشد روحك وزاد تتعلم تحس بالعبيد كان انت قلبك حجر وما تحس بحد شيء تتعلم تحس بوجيعة العبيد بالحق خاطر الحمد لله احنا لبس الحمد لله اي والله تولي تحمد ربي على حاجات اللي انت قبل يتعداو انابيرسو معناها حاجه اخرى ياسر معروفه على قرايه الميديسين اللي هي قرايه بريستيجيوز كون لو فو او با معناها هكا كي تقول لي انت ديجا هكا طبيب تحس طبيب هكا ميتي متاع ميتسان مع كل احترامي للي ميتي الاخرين اما بالحق معناها تحس اللي هو ميتسان عنده هكا قدر لو فيت لي هكا ميتي نوبل وبريستيجيو وكل شيء هكا ولي صحيح صحيح ديجا تحسها في في الريكونيسونس متاع المرضى معناها كي يبدا هو عنده حاجه يعاني منها ولا مقلقته برشا في حياته وبعديك يبرى بالحق تحسوا معناها انه تخوف با اون فاسون باش يشكرك بها تلمو بالحق باش احنا هكا اسوستاد وكل من اللي احنا ديزكستيرن الدعاء اللي تلم ودعاء الخير هذاك اللي نحسوا ينجحنا ديجا هو جستمو هي في الكونتيتي في الكونتيتي العظيمه اللي نقراوها من غير الدعاء هذاك مستحيل تنجح حاجة أخرى ياسر طيارة خرجت بها من قراية الميديسين هي لي كونيسونس اللي عملتهم والعبيد ياسر طيارة اللي عرفتهم il y a de fortes chances انك تعمل صحاب ياسر بهين فما عبيد ياسر طيارة ولي سيركونستانس تاع قرايتنا لو فيت اللي تعمل دي ستاج مع عبيد وتعمل دي غارد مع عبيد يخليكم هكا ياسر تقربوا لبعضكم اكثر وياسر هكا تعملوا دي ليان ياسر طيارة معني صحيح بون الحقيقه فيها وعليها هذه معناها الباهي والخايب موجود باختو ومش معناها لازمك تبع ميتين باش تعمل دي كونيسونس باهيين تبع حاجه اخرى وتعرف عبيد باهيين برشا اما لا ديفيرونس سي كو جوستومون كيما قلت فما دي سيتياسيون يتحطوا وين يقربوكم لبعض يقربوكم لبعضكم جوستومون كيما باغ اكزومبل تخدموا مع بعضكم في جارد ولا فما مثلا فما مريض حالته ياسر صعيبه وتتلزوا انكم معناها تتبعوه ليلة كاملة معناها ديجا البارتاج نتاع التاش هذيك اللي هي صعيبة وتخليك معناها ما ترقدش ليلة كاملة تخليكم معناها صحاب وكل أكثر وتقعدوا وي حتى في بيريود الريفيزيون معناها كي نتعداو بك الدمار هذيك الكل مع بعضنا بالحق بعد ما نكملوا نعديو ليزيكزامان عرفتك هكا العبيد الوحيدين اللي نحسوا ببعضنا خاطر اي عبد ما يقراش ميديسين عمره ما هو باش يحس بها بقرايه شمعات الميديسين معناها وبالتعب اللي نتعبوه وكل شيء سورتو بيريود ريفيزيون حاجه سوفرونس والله بالحق غراف الحمد لله وكليله اول اكزامان شنكراها أخي بليلة بالحق أخي بليلة مدة بليلة 5 سنين تعلن بداية جمعتين من التعذيب جمعتين من التعذيب وكل النوم وبرشا قراية صباح وليل بون قوي شويون بوزيتيف خلينا مازلنا نحكيو في لي بوان بوزيتيف الحاجة لازمكم تعرفوها اللي قريت الميتين قراية طويلة برشا باش نعطيكم اكزامبل باغ اكزامبل احنا توا كمان قرينا 5 سنين ولينا دي ميتسا انتر معناها غيرنا
الله مبروك علينا وعليك ولينا دي ميكس انترن الحمد لله يا ربي مازلنا باش نعدي اوني اميش مع ماني جوستومون احنا تو مازلنا في شطر ثنيه نتاع الكورسوس نتاعنا باغ كونتخ غيرنا اللي قاري باغ اكزومبل سيكل انجينيور بعد خمس سنين في بالي سي بو يتخرجوا يشدوا خدمه ماني خلينا نحكي لكم شويه احكي لهم شويه على الكورسوس نتاع قرايه الميديسين باش تفهموا معناها ابوبخي بعد ما تعدي الباك وتنجح ب 17 معدل وتعملهم الكل اول حاجه تعملها باش تقرا بخومي سيكل اللي هو دوم عامين تقرا فيها لي سيونس فوندامونتال نتاع الميديسين تقرا فيه تو سكي نورمال في جسم الانسان معناها بعد العامين هذوما تقرا دوزيام سيكل اللي هو يدوم 3 سنين 3 و 5 تقرا فيه تو سكي باثولوجيك تقرا فيه الامراض وتو سكي مش نورمال في جسم الانسان وبعديك كي تنجح 5 اني تولي ميدسان انتر يقعد عندك 6 شهور قرايه باش تعدي في ديسمبر كونكور نتاع سبيسياليتي اللي هو لو سي ان اللي قبل اسمه ريزيدانا بعديك تدخل ميدسان انتر تخدم مده عام ك جينيراليست في سبيطار تونسي بعديك كي تنجح في ريزيدانا وتاخذ سبيسياليتي تقرا اونتر 3 و 5 سنين حسب السبيسياليتي اللي عملتها وي كان ميديسين فامي اشتقرا 3 سنين كان سبيسياليتي ميديكال اشتقرا 4 سنين كان سبيسياليتي شيرجيكال اشتقرا 5 سنين بالضبط معناها هذا الكل نجم نقولوا لي باش تولي طبيب لازمك اونتر باك بلس 9 وباك بلس 12 مينيموم كان ما خسرت حتى عام في الاكسترنال بوزيتيف فايبس مخك قلت تربي كيف تقرا ميديسين ما تخسروا حتى عام وي ان شاء الله صعيبه شويه ما بوسيبل دونك اوتون فو دير اللي هي قرايه بالحق طويله و pendant ce cursus bon tu as de تخلص à partir من العام السادس اما كيفير اما تخلص بي صافا با مال ولازمكم تعرفوا اللي من الباك ما تاخذوا حتى شهاده حتى اللي تاخذوا دكتوراه وميتين معناها ما فماش هكا ليسونس وماستر كل عام ثلاثه اللي تقرا برشا عوام وبعد تاخذ شهاده واحده اللي هي الدكتوراه هاي معناها تلقى عبد اللي هو باك بلس 8 باغ اكزومبل اما اخر شهاده خذاها هي شهاده الباك معناها نيفو باك يقعد نيفو باك ميم سي يخدم تو سكو تو فو برلي طويله هي قرايه ياسر صعيبه صعيبه دون لو سونس اللي ما عندها حتى علاقه بقرايه الباك ياسر كونسيستانت وياسر دي ديتاي وياسر كتب ويسالوك على هكا ربع الديتاي نتاع الديتاي نتاع الديتاي دايوغ نتذكر انا عملت البروميير اني بعد 3 جمعات قرايه جيت نشوف قداش من كوره تقرا صارت لي صدمه صدمه كبيره يا والقلب دونك بالحق الكونتيتي كبيره برشا ولي زانفورماسيون ياسر كونسيستانت مي تستينس فوالا مي اون سادابت اون سادابت وي اش تكتشف بالرسمي دي كاباسيتي عندك في مخك عمرك ما في بالك اللي هما موجودين عندك والله باش تكتشف قدرات خارقه عندك معناها شفتك هكا ليله الاكزامان يبدا عندك هكا كتاب اللي انت يلزمك تحفظه راهو سيء معناها تستينس بشقه روحك حفظته وانت من فتاة كيفيه معناها وتعدي الاكزامان وتجيب فيه بالجو وانا اشك اكزامان نزيد نعديه وكل عام نزيد نقدم نزيد نكتشف دي كاباسيتي عندي اليوم يعاونوني باش ننجح سورتو عام 5 اني فما اكزامان باش نعديوه على كتاب فيه 200 باج وفي ديك النهار واحد باش تقراه وبالحق مستحيل تقراها بركة خلي تحفظه يعني. ميسيون امبوسيبل بعديك ما تعرفش كيفاش تنجح ما تعرفش كيفاش تصير الحمد لله الدعوات نتاع لي باسيون اللي قبيلة زيدا انا جو تروف اللي قرايه الميديسين قرايه تبهم شويه ايتون باك مات وكنت ياسر نحب المات وكل شيء توا بالرسمي ابخي 5 ans ما عادش نجم نخدم حاجات فيهم مات حتى باش نحسب حاجات هكا اللي قبل كانوا يظهروا لي سهلين تويكا يلزمني نمد كالكولاتريس وتلقاني نحسب عبيد اللي يحبوا المات برشا عرفوا اللي راهو الميديسين ما فيهاش مات جمله معناها باش تنساو المات فما شويه ستاتيستيك ياسر خايب ياسر خايب وياسر زايد وبيوفيزيك في بروميير اني و نامبورت كوا معناها بالحق نامبورت كوا لا الحقيقه مش موافقك في البوان هذا شنو تبهمش لازمكم تعرفوا اللي قريت الميديسين ياسر تاخو من وقت العام يبدا بكري ويوفى مخر يبدا في سبتمبر ويوفى تويكا بويسك كوفيد وكل جوان في جوان سيسيون برانسيبال هذا كان ما تحطش كونترول باش تولي تكمل في جويي وعندك ستاج دي تي في الصيف اللي هو شهر بين جمعتين وشهر بلوتو دونك باش يولي عندك برشا وقت تعطيه للقرايه على حساب الفي سوسيال نتاعك
على حساب خروجك بتيت حاجتك هيك ولا نومك مي بون سي دو كونساي نورمالمون طرق بيدي اي سورتو البيريود دو ريفيزيون معناها اللي هي طويله بارابور لي بيريود دو ريفيزيون تاع صحابي اللي هما في لي فاكولتي الاخرين معناها مينيموم قبل شهر من لي زيكزامان اعرف راهو شدة تقرا بالكدي 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 معناها اي صباح وليل معناها صباح وليل وتسهر وكل شيء تعمل تورن اوف لحياتك بالحق ما تعمل حتى شيء ابار القرايه بريسك بون بريسك الفلوس اللي تصور برشا عبيد عندهم دي بريجوجي عليه ولا برشا عبيد يحبوا يعرفوه الحاجه نحب نقولها اللي كانك في بالك انت باش تعمل ميديسين على خاطر باش تعمل فلوس فيسع راهي فكره غلطه فما برشا قرايات اخرين تنجم تعمل بيهم فلوس اسرع برشا من قرايه الميديسين معناها العبيد اللي هما حاطين في مخاخهم اللي هو يحب يعمل ميديسين خاطر يولي خاطر باش يولي لباس عليه راو سانا ريان افوار بالضبط خاطر كان تحب تعمل برشا فلوس في اقرب وقت بالحق اخي بشنيه تمشي فيها هي الميديسين اي حاجه اخرى للعباد اللي تحب تخرج لبرا ولا تعيش لبرا قرايه الميديسين ماهيش احسن قرايه تنجم تبدا فيها كان تحب تخرج لبرا خاطر ليميت اخي بقرايه بالضبط اخي بقرايه خاطر الخروج ماهوش ياسر ساهل ماهوش امبوسيبل اما زيد ماهوش ياسر ساهل كيما لي دومين الاخرين على خاطر ديجا كيما حكينا لكم اللي انت ديجا ما يكونش عندك شهاده تخليك باش تخرج لبرا وهما يعملوا فيها بالعاني بلوز او موان الحكايه معناها خاطر هما ما يحبوش لي ميدسان توينسا يخرجوا برا مي هما كوميم يلقاو كيفاش يخرجوا برا اما صعيبه معناها ماهيش سي با ايفيدون كيما القرايات الاخرين وبعد ما تكمل القرايه نتاع ميديسين الكل ديجا لازمك تعمل عام جيش في تونس معناها كلي طويله كانش تخرج برا راهي حاجه ياسر بعيد اي ماكش باش تخرج الاج دو 25 عام لا لا جمله فما زيد حاجه اخرى اللي لازمكم تعرفوها اللي راهو سبيطارات تونس ابعد ما يكون على سبيطارات والكلينيك اللي تفرجوا فيهم في السيريات وفي الافلام راهو لي كونديسيون غراف معناها وياسر خايبين لازمكم تعرفوا اللي ساعات كي تشوفوا تصاور على سبيطارات تونس في ايام الكوفيد هذوما راهم صحاح راهو بالحق ما فماش فروشات راهو ساعات ابسط الامكانيات ما فماش واصلا حتى كي فما راهو ماهيش هكا البلاصه المشرهه اللي تشوفوا فيها في سيريه جمله الاغلى ابعد ما يكون معناها كي تشوفوا في رواحكم تخدموا في نعرفش انا كيما في جريز اناتومي لا لا جملة وتفصيلا حاجة أخرى زيدة يزمكم تعرفوها اللي قراية الميديسين قراية تتسمى بلوز وموان كوتوز بارابور قرايات أخرين لفيت لي الكتب غاليين شوية باش تطبعهم وكل وتعمل امبريسيون وتشري لي زي بي بي وفازيت هذوكم وزيدة بعديك في الدوزيام سيكل il faut savoir اللي احنا الصباح عندنا دي ستاج والعشية دي كور والصباح استاجيت في تونس فما برشا سبيطارات اليوم في المرسى ينجم يكون عندك ستاج في المرسى ستاج في منوبة ستاج في بن عروس استوى هوني ستاج في باب سعدون وتسخى أبليجي انك تاخد ترانسبور وإلا تاكسي وإلا كوفواتوراج وإلا معناها فما كوتي اللي هكا باش تصرف وباش تتعب باش تمرمد شوية سورتو كان ما عندكش كهرباء كان عندك كهرباء باش تصرف على ليسانس اللي هي حاجه لازمكم تاخذوها ان كونسيديراسيون معناها بون في اللي فاك الاخرين ما عندهمش برشا المشكله هذه مي في تونس موجوده ديجا احنا نقراو برشا اوائم معناها الحكايه مش عامين ولا ثلاثه معناها كل عام تقعد تشري كتب وتصرف على الترونسبور تتكلف تكلف شويه هكا نجمو نكونو حكينا لكم بريسك على هكا برشا حاجات ما نجموش نكونو حكينا لكم على كل شيء كان عندكم دي كيستيون تنجمو تسالونا ان كومونتير ونجاوبوكم افيك بليزير ولا تبعثونا دي ميساج سوغ انستغرام سينو نهد اسكو كان يرجع بك الوقت تعمل ميديسين ولا كان يرجع بي الوقت نعمل ميديسين ولا لا ما نعرفش ان توكا كان يرجع بي الوقت نخمم برشا قبل ما نعمل ميديسين نجم نعملها وي نجم نعاود نعملها معناها جو سوي ساتيسفيت وكل وعجبتني سي تري بوسيبل اما زيد نشوف روحي زيد نعمل حاجات اخرين ابار الميديسين وانت والله اونيتمون انا نعاودها خاطر ما نشوفش روحي حاجه اخرى ابار اني طبيب معناها ملي صغير نحب نولي طبيب دونك معناها مالغري لي بوان نيجاتيف اللي هما اكثر برشا من لي بوان بوزيتيف اما نعملها كمان خاطر كي تخدم في دومين انت تحبه تو سرا توجور ساتيسفي وماكش باش تفد معناها ماكش باش يجي نهار ونقول فديت من الخدمه هذيا نحب نخدم وهالعيشه الكلبه انا ونيت مقبل من سنين ما كنتش نحبها وما كنتش نحب نعملها
كي قريتها عجبتني وحبيتها وكهو معناها توي كاش مو فوا معناها ميدسان اما نخمم كوميم نعمل حاجات اخرين ابار الميدسين في راس كاتيجوريك انا كالانسان اللي كنت نغزى بالسبيطارات جريز اناتومي ونقول شنو اللي نخدم هكا بعد الصدمه اللي صارت لي وين دخلت وشفت الجو في تونس فهمت اللي قرايه ياسر صعيبه اصعب برشا من اللي تخيلت بالحق الكونتيتي اطول برشا من اللي تخيلت لي كونديسيون ياسر خايبين اما نحب نولي طبيب عرفت كيف ما نحبش نقرا القرايه اما نحب نولي طبيب عرفت طحت في الديليما هذاك مي بعد استنست معناها تغرمت في العلم بالقرايه وقلت بون ما جي جامي ريغريتي لي انا تبعت ميتين في وي حتى انا جي جامي ريغريتي وديجا اكثر حاجه تهزنا المورال كي نبداو هكا في الريفيزيون انا وفي راس هكا نبدا نقول له مسيلش في راس باش نكملوا باش نوليو دي ميدسان باش نوليو نخدموا ديما تندب فيهم يا اخي ناس اللي ليت اكزامان جينيكولوجي تقول لي ناري علاش بيبي شبيبي ذا صغيره يجوني انا دي ماما كيك على الاخر ان شاء الله الفيديو تكون عجبتكم ما تنساوش باش تشجعونا وتخليونا جيم وسبسكرايب لنا وادري تيجي وان شاء الله نتقابلوا في فيديو اخرى و باي 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 باي